الحضور الكريم، ضيوف معرض العراق الدولي للكتاب، طاب مساءكم خيرا واهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة من فعاليات هامش معرض هذا الكتاب. هذه الجلسة ستكون مخصصة لنص يعد هو النص الأشهر والأبرز والأكثر انتشارا، النص العابر للثقافات وللعصور، أنه ألف ليلة وليلة، نص أسهمت بصياغته وصناعته شعوب وثقافات مختلفة. يكاد يمتد عمر هذا النص إلى ما يقرب 2000 عام، ومع هذا النص ووصولا إلى فرادة التقديم والتحقيق الذي أسهم في إعادة النظر بالنسخ التي قدمت له، النسخ الشعبية المختلفة منذ طباعته في مطلع القرن 19 وحتى وقتنا الحالي، مع الكاتب والباحث والمفكر محسن مهدي الذي رحل عنا في العام 2007. وربما هنا من المناسب الحديث عن أن هذا الرجل البارز في اختصاصه في دراسة الفلسفة الإسلامية، ربما يأتي السؤال: ما علاقة هذا الرجل بتحقيق مميز لألف ليلة وليلة؟ هذا التحقيق يقول هو في حوار له أن اهتمامه بالفلسفة الإسلامية وسع نطاق بحثه في الفكر الإسلامي ليشمل التصورات والتجليات الخاصة بالفكر الإسلامي لدى المؤرخين والفقهاء، ومن ثم لدى عامة الناس، فوجد في ألف ليلة وليلة وثيقة مهمة لقراءة وفحص المخيال الشعبي المتعلق بالسلطة والسلطان والحكم، وهذا ما دفعه لتحقيق وتحري النسخ الخاصة بألف ليلة وليلة في رواياته الشعبية الأخيرة. وعندما أقول الأخيرة فلدينا قطائع في إنتاج ألف ليلة وليلة، هذه القطائع ربما كان ما يسود في طبعاتنا الحالية يعود إلى الفترة المملوكية، ولا سيما الروايتين الأشهر هي رواية الشامية والرواية المصرية. وقد أثبت في تحقيقه الجينولوجي، وأقصد الجينولوجي هو متابعته لأصول روايات ألف ليلة وليلة، هذه الإضافات التي أسهم فيها النساخ والوراقون. لمزيد من التفاصيل المهمة حول هذا الموضوع نستضيف في ندوتنا لهذا اليوم الأساتذة الأفاضل الأستاذ ياسين النصير والأستاذ سعيد الغانمي والدكتورة مها نادية هناوي عفوا. ونبدأ ربما بالحديث للاتصال مع ما قدمته من ملاحظات تمهيدية بسيطة مع الأستاذ سعيد الغانمي في ما يمكن أن نحصر حديثنا في تجربة محسن مهدي مع ألف ليلة وليلة. شكراً للصديق الدكتور عبد الستار، ومرحباً بكم أيها الزملاء والأصدقاء. ومن دواعي سروري أن نتحاور معاً حول علم كبير من أعلام الثقافة العراقية هو المرحوم الدكتور محسن مهدي. تعود بدايات المرحوم الدكتور محسن مهدي إلى وقت مبكر جداً من تاريخ الثقافة العراقية، فهو قد حصل على الدكتوراه من أمريكا حول فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، وقد نشرت نص رسالته نشر نص رسالته عام 1959 باللغة الإنجليزية. ومنذ ذلك الوقت المبكر واصل الدكتور محسن مهدي عمله في الدراسة والتحقيق للنصوص التراثية. بعد ذلك انتقل من الاهتمام بابن خلدون إلى الاهتمام بالفارابي، وحقق عددا من أعمال الفارابي
ونشر بعض الدراسات باللغة الإنجليزية عنه، وقدم مجموعة من الأعمال في هذا السياق في للحقول الأكاديمية، وعرف به للوسط الناطق باللغة الإنجليزية. في أيامه الأخيرة انشغل محسن مهدي بتحقيق أقدم مخطوطة من مخطوطات ألف ليلة وليلة، وهي المخطوطة الموجودة في مكتبة باريس، وتقع في 3 أجزاء، والحقيقة هي كانت تقع في 4 أجزاء ولكن فقد الجزء الرابع، ونشر المرحوم محسن مهدي الأجزاء الثلاثة، تحقيقه الأجزاء الثلاثة، وقابله أيضا على نسخة أخرى كانت موجودة في المتحف البريطاني شبيهة بهذه النسخة وقريبة منها، ولكنها تحتوي على بعض الإضافات التي تنقص المخطوطة الباريسية. ميزة النسخة الباريسية أنها أقدم مخطوطة معروفة حتى الآن من ألف ليلة وليلة، وهي تنطوي على مادة بذرية سابقة على غيرها، وتعود للقرن الثامن الهجري تحديدا. القرن الثامن للهجرة. نعم. النصوص التي يعني التسميات التي فيها تنتمي إلى تسميات ذلك العصر، اللغة المكتوبة تنتمي إلى لغة ذلك، يعني مثلا احنا في النسخ المصرية يطلق على الدراويش الثلاثة حكاية الدرويش الأول، حكاية الدرويش الثاني، حكاية الدرويش، وهكذا. في النسخة الباريسية، في المخطوطة الباريسية اللي حققها محسن مهدي، لم تكن هذه التسميات، كلمة درويش لم تكن مستخدمة، القلندري الأول، القلندري الثاني، القلندري الثالث، وهكذا. عبارات عندنا مثلا عبارة وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، هذه العبارة تغيب عن المخطوطة الباريسية، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت، لا توجد عبارة وسكتت شهرزاد. العبارات الجاهزة التي استقرت عليها النسخة المعيارية المصرية تغيب عن هذه النسخة، ولذلك هي نسخة تنطوي على مادة قديمة جدا، على مادة بما يبدو تعود إلى، بمراجعة مواد هذه النسخة اتضح لي مثلا، أنا حققت ونشرت كتاب مخاطبات الوزراء السبعة اللي هو ترجمة قديمة لكتاب سندباد نامة، وهذا الكتاب يقع في مخطوطتين كما أشار ابن النديم في الفهرست، نسخة صغرى ونسخة كبرى، عثرت على النسخة الصغرى منه وحققتها ونشرتها، ولكن هناك حكايات توجد في النسخة الكبرى ولا توجد في النسخة الصغرى، وأضفتها كملحق للكتاب. الحقيقة حكايتان من حكايات النسخة الكبرى من كتاب مخاطبات الوزراء السبعة المعروف بعنوان سندباد نامة موجودتان في الحكايات الأولى، في الليالي الأولى من ألف ليلة وليلة في نسخة محسن مهدي، وطبعا استمرت في بقية النسخ. من أهم ما اقترح طبعا نشر محسن مهدي كتابة حول ألف ليلة وليلة في 3 أجزاء، الجزء الأول هو نص الكتاب المحقق في مجلد ضخم، جزء ضخم كبير، وجهاز تحقيقي في الجزء الثاني، والجزء الثالث دراسات كتبها في اللغة الإنجليزية عن ألف ليلة وليلة. من أهم الأفكار التي استحدثها محسن مهدي هو تفريق بين النسختين، النسخ أو مجموعتين من المخطوطات كما يسميها، المجموعة الشامية والمجموعة المصرية. وهناك فروق، يعني أنا في عندما كنت أكتب كتابي خيال لا ينقطع قراءة في ألف ليلة وليلة، تبينت لي يعني لمست لمس اليد الفروق بين هاتين المجموعتين، المجموعة الشامية والمجموعة المصرية. تمتاز المجموعة المصرية بغياب بعض الحكايات التي تتوفر في المجموعة الشامية، بعض النواقص انتقلت واستمرت يعني غير مكتملة، نصوص غير مكتملة، حكايات فيها بعض المناقص،
في المجموعة المصرية، في حين نجد ردما لهذه النواقص في المجموعة الشامية. إذا أخذنا مثلا المجموعة الشامية تنطوي على حكاية مثلا أردشير. هذه الحكاية، حكاية أردشير، هي أنا أعتبرها من المجموعة الشامية، وهي موجودة في طبعة المشرقية، طبعة المكتبة الشرقية. المكتبة الشرقية تحمل بصمات المجموعة الشامية، والمخطوطة اللي حققها مخطوطة ليدن اللي حققها محسن مهدي أيضا هي تنتمي إلى المجموعة الشامية. طبعا بالتأكيد لا يصل التسلسل إلى في مخطوطة مجموع الحكايات إلى 208 تقريبا، ولكن في المشرقية ترد حكاية أردشير، في حين أنها في المجموعة المصرية طبعة بولاق مثلا والطبعات المصرية المأخوذة عنها، طبعة المكتبة الشعبية وطبعات اللاحقة، لا توجد حكاية أردشير. توجد حكاية أخرى بدلها تغيب عن المجموعة الشامية. إذا أخذنا حكاية الدرويش الثالث، بالحكاية بالنسخة المصرية فيها جزء سقط من الحكاية، جزء كبير ومهم وأساسي، تكملتها موجودة في مخطوطة ليدن وفي المخطوطات الأخرى. عندنا الطبعة الأوروبية من الكتاب، لا هي طبعة تلفيقية، فيها طبعة بريسلاو، طبعة الأوروبية ايش اسمه هو جالان، ها بريسلاو مال جالان لو مال الأوروبية 1800 اللي جالان برسلاو برسلاو طبعة برسلاو، فيه يعني هي نسخة تلفيقية ملفقة من مختلف النسخ، يعني لا ليس لها هوية. حتى طبعة كالكتة الثانية والأولى، الأولى اللي هي 1814 و 1818 مأخوذة عن نسخة مصرية وفيها نفس النواقص، نواقص النسخة المصرية. طبعة كالكتة الثانية وليست الأولى، الأولى أسبق كانت في القرن التاسع عشر 1814 إلى 1818. الثانية أيضا مأخوذة عن مخطوطة مصرية وفيها جميع نواقص المخطوطة المصرية. محسن مهدي يعود له الفضل بالتمييز بين المجموعتين الشامية هنا، يعني أريد بالضبط أريد أتحدث هنا ربما نقطة وصل مع الأستاذ ياسين النصير. نحن نتحدث عن قصص ألف ليلة وليلة تمتد إلى ما يقرب الألف، وربما هو محسن مهدي قال أنها ليست الألف، وأن 400 تقريبا 400 ليلة، يعني أقل من هذا العدد الذي يطلق لها، العدد الذي ورث مرجعياته الفارسية من هزار أفسانة ألف خرافة وخرافة. أجواء كثيرة في هذه القصص لها طابع وصبغة بغداد وفضاء بغداد وشخصيات تعود لها، والنسخ التي النسخ الأم التي تم الاعتماد عليها مع تلفيقاتها وكثرتها وشعبيتها تعود إلى الشامية والمصرية. أين الطبعة العراقية؟ أين يمكن أن نقول النسخة المعيارية الأم العراقية مع الجهد الذي قدمه محسن مهدي وبذل فيه يعني تحريا دقيقا في أكثر من نسخة؟ هنا سؤال ربما يعني قد يكون في توجه ميتافيزيقي، ليس لدينا من مخطوطات تؤكد أو تثبت لنا أن هذه نسخة أم، لكننا من حقنا هنا في هذا الوسط العراقي أن نسأل مثل هكذا سؤال. نبدأ من حضرتك أستاذ ياسين، إن كان لديك ما يمكن أن تعقب به على هذا السؤال أو ما يتصل بمقدمة الحديث. شكرا دكتور. الحقيقة يعني أنا سأتحدث بشكل عام عن أثر ألف ليلة وليلة، وخصوصا هذه الطبعة اللي نحن بصددها في ثقافتنا. أنا أعتبر أنه الليالي واحدة من السرديات الكبرى المعتمدة في الثقافة التي تعين هويتنا. في كل أنحاء العالم، في بلدان العالم، لديهم سرديات، لديهم مدونات تعين هويتهم. ودانتي
في إيطاليا، الكاميرون في قصص أوروبا ومشاكل ذلك. ألف ليلة وليلة واحدة من السرديات المعتمدة، المعتمد الثقافي يسمونه. دكتور سعيد أكثر يعني عمقا في هذا الميدان. المعتمد الثقافي أشبه بقاموس أو ثيمات غير مرئية، ولكنها تؤثر في سياق الثقافة العامة وتحدد هوية شعوب معينة. ألف ليلة وليلة واحدة من الكتب الكبيرة، من السرديات الكبرى التي لم يهتم العرب بها لتعيين هويتهم بين الشعوب العالم. يعني نذكر مثلا سلمان رشدي حاول من خلال روايات مانته أن يأكد الهوية الباكستانية والهندية وأثرها في الهوية الأوروبية، خاطبهم بلغة وبثقافة وبمنجز يستطيع أن يقف بمواجهة السرديات الأوروبية. نحن نملك أغنى وأكثر جدارة وحضورا وتاريخا هو ألف ليلة وليلة وبعض الحكايات الأخرى، يعني بعض السرديات الأخرى خصوصا السيرة الشعبية، ولكن لم تنهض هذه المدونات أو هذه الموروثات بخطاب ما أقول أيديولوجي ولكن خطاب يعين هوية المنطقة أو الشرق الأوسط. في هذه في النسخة اللي حققها الأستاذ محسن أو الدكتور محسن يقول فيها، هذه النسخة فيها في الليالي فيها مختلف أنواع المذاقات ومختلف أنواع الطعوم ومختلف أنواع اللهجات. هذه بحد ذاتها إشارة واضحة أنه الألف ليلة وليلة كمؤسسة سردية كبرى في المنطقة استوعبت اللهجة الشامية، استوعبت اللهجة المصرية، استوعبت اللهجة العراقية، دخلت بها الثقافة الهندية، دخلت بها الثقافة الفارسية، محاولة بشكل أو بآخر للاستيلاء على هويتها العامة، وكل يدعي الوصل بليلة. فهذا واحدة من أنه هي يعني مستقرة في لاوعينا الجمعي ولاوعينا الثقافي، بإمكانها أن تكون قمم أو تأسس لقمم شاهقة في ثقافتنا. فيها أيضا أن متن الكتاب الداخلي لم يضبط بما فيه الكفاية، ولذلك كان عرضة للتخلخل للخلخلة، كل محقق يضيف ويحذف حسب هواه، كل محقق يضمن لغته ولهجته، يعني يضع بعضهم الهمزة بعضهم يحذفها بعضهم يخلي العامية بعضهم يحولها إلى فصحى، يعني عمل تجريبي، عمل ثقافي تجريبي كما لو كان تمرين عقلي كبير لإثبات أنه هذه السردية ليست سردية عادية، وإنما هي بالأساس كانت تعنى بتعيين هوية هذه المنطقة. فيها عندما يتكلم الراوي باللهجة باللغة العربية يكون فصيح، وعندما يتكلم باللهجة الشعبية يكون عامي، ومعظم اللي يتكلم باللهجة الفصيحة اللهجة العربية هو يعني النسخة العراقية، ما يدل أنها يعني هذه بها تأسيس مقارب للكتب السماوية الكبيرة، للكتب السيرة الكبيرة، للهجة العراقية أو عفوا للهجة للغة العربية بصيغة لهجة عراقية تضبط اللسان وتضبط أبعاد اللغوية. خاصة يعني نلاحظ ذلك واضح في طبعة بولاق، فيها هذه وفيها هذه، فيها العامية الأحيان المملة وفيها الفصحى وخاصة الأبيات الشعر، وهي طبعة 1835. أنا شخصيا يعني اكتشفت فيها شغلة خاصة بي وهي مبدأ الصيانية والتدميرية، هو يعني مفهوم فلسفي أو مفهوم يعني جدلي، أنه الحكاية الإطار
الكبيرة، الحكاية الأولى ما بعد يعني الاستهلال، هذه الحكاية الأولى أشبه بالإطار العام، والحكايات التي أدت في بعدها بعضها هي نفي للإطار وبنفس الوقت التأكيد، يعني محاولة أنه كل ما تبدأ الحكاية بالوصول إلى نقطة نهائية وكأنما انتهت تبدأ من داخلها حكاية جديدة. هذه نقطة مهمة كلش في درسها أيضا يوسف السوري، ما أعرف بالضبط يوسف حلاقة وكذا كل بالشكل هذا يوسف حلاقة. بمعنى أن الليالي ولدت سردية كبرى أخرى هي السرديات التي اعتمدتها القراءات، يعني القراءات المتعددة للليالي هي بنية سردية مضمرة في الليالي نفسها، وهذا ما جعلها حية إلى اليوم، والمحققين كثرة والاهتمام بها ما زال قائم. فيها أيضا استيعاب للفكاهة، للحياة الشعبية، للغزل، للسحر، يعني مثل ما وصفها دكتور محسن مهدي مائدة، هذه الليالي مائدة فيها مختلف الطعوم، فيها مختلف الأذواق، فيها مختلف اللغات، مختلف اللهجات، مختلف الأصناف، مختلف الأفكار، فيها ما يخص السماء، فيها ما يخص الأرض، فيها ما يخص البحار. وطوعت هذه يعني لو كان هايدغر مثلا يعرف بالضبط، يعني يمكن يعرف أنه قيمة الممرائيات كان ممكن يكون أنه يعتمد الليالي أساسا فيها إن شاء الله، لأن الليالي ما حاولت جهد الإمكان أن تذيب هذه الكتل الصلبة المدينة، سواء في المدينة أو الجبال أو البلدان، ذيبها وتحولها إلى نثار، أحيانا يحلق في الهواء، أحيانا يسافر في المخيلة، أحيانا يبني مدنا في على ظهور الحيوانات في البحار، في غابات، في مكانات بعيدة، في مكانات قريبة، يعني العالم كله انطوى في هذه الحكاية ما يسمى بالمرئيات أو باللامرئي في المرئي، وهذه قدرة هائلة للحكوات الشعبي أن كان يستبطن مخيلة الناس العاديين اللي لا يقرون ولا يكتبون، فقط تبدين السماع، يستبطن هذه المخيلة الواسعة المطلقة في تقريب، يعني يمكن كانت بها وظيفة دينية باعتبار أنه الليالي تبدأ بأنه هي جزء من فهم أو تفهيم الدين إلى العامة أو إلى الآخرين. يعني هنالك لغتين في الليالي، لغة تخص الحكاية، تخص بنية الحكاية، ولغة تخص مضمون الحكاية، وأكو فرق بين لغة الحكاية وبين مضمون الحكاية، وذلك كان الدكتور محسن خليل يوظف الاثنين ويوضح جدوى ما معنى لغة الحكاية وما جدوى وما معنى لغة مضمون الحكاية، هناك يهتم بشكلها وهنا يهتم بأفكارها وانطلاقها. يعني تعتبر الألف ليلة وليلة وظلالها وأبعادها وتاجها ومعارفها وما عملتها في ثقافتنا من أمهات الكتب، وهذه نقطة مهمة، أمهات الكتب، وتبقى هي واحدة من أمهات الكتب بالرغم أنه أحيانا كثير من العامة يستهجنوها. أنا واحد من الناس يعني شخصيا تربيت وأنا طفل تحت عباءة أبي بالمضيف الرمضاني نسمع حكايات عبيد اليوسف الله يرحمه، يروينا الألف ليالي وليلة، كل ليلة يروينا مجموعة من الليالي بتلك الصيغة الشعبية، بذلك التمثيل الجسدي، بتلك الحساسية القروية البسيطة، وكان بليغ جدا في أن وصلنا معانيها وأبعادها وأفكارها وخلينا نعيش فيها، بحيث أنا وأنا واحد من الناس كنت أحفظ بعض الحكايات عن ظهر القلب. يعني شكرا أستاذ ياسين، أنا لو سمحت حتى يعني تعم الفائدة من هذه الإشارات المهمة اللي طرقت لها، وربما راح أنطلق من سؤال الهوية دكتورة نادية،
هل يمكن يعني الذهاب باتجاه أن ألف ليلة وليلة يمكن عدها هوية عربية أو هوية عراقية، لا سيما أننا نتحدث عن نص يعني تسهم فيه كثير من الشعوب بدءا من منابعه الهندية ثم الفارسية العربية وحتى في ترجماته الفرنسية مع جالان وانتشاره في العالم الأوروبي الغربي بشكل عام، وحتى هم أضافوا كثير من ما يمكن اعتباره إعادة إنتاج لهذه الليالي، وإن كانوا يسمونها بالأربيان نايتس بالليالي العربية. فإلى أي حد يمكن القول أن مثل هذا النص الذي أصبح الآن يشار حتى في بعض الدراسات على أنه جزء من الماضي المشترك الذي تشترك فيه مجموعة من الشعوب وليس شعبا واحدا، إلى أي مدى يمكن أن نطرح سؤال الهوية أمام هذا النص؟ نعم، بالبدء أود نتقدم بالشكر إلى مؤسسة المدى على هذه الجهود الثقافية الراقية والمتطورة والتي تتجدد كل عام بشكل يعني يلفت النظر، وفعلا يعني نسق الحياة العراقية، نسق الحياة الثقافية العراقية يعني يدام من خلال هذه الأفعال والمجهودات الفكرية والمعرفية التي تتبناها مؤسسة المدى. بالخصوص السؤال تفضلت حضرتك بطرحه، ربما نحن نتساءل بشكل آخر، لما اهتم محسن مهدي بقيام بمثل هذا العمل الجبار، يعني عمل استغرق منه 20 عاما وتطلب منه مغامرة يعني دخل فيها وهو لا يعرف ما يعني مدى طبيعة الأبعاد أو النتائج التي سوف تسفر عنها مثل هذه الجهود الجبارة والخرافية التي يعني سيقوم ببذلها. الحقيقة محسن مهدي في بحثه عن الحقيقة في تراثنا العربي ليس الأول، فقد كان لطه حسين دور مماثل في الإفادة من معرفيات المنهجيات يعني المعروفة والإفادة منها في سبر أغوار التراث العربي والكشف عن حقائقه، عن مخبوآته، عن مسائل ليست واضحة ولا بينة. فطه حسين اشتغل على الشعر العربي وحاول ووضع فيها نظرية الانتحال، وما قام به محسن مهدي هو أنه يعني سعى إلى بلورة هذا التصور من خلال تفحص طبعات المختلفة لألف ليلة وليلة على مدى 150 عاما، يعني منذ القرن 19 إلى حين وضعه كتابه في منتصف 80ات القرن الماضي. طبعا هذا العمل هو عمل تحقيق جبار، لم يكن هو الأول بالنسبة إلى محسن مهدي، فقد سبقه بتحقيق آخر مماثل وأيضا كانت مغامرة، وهو تحقيق مخطوطة كتاب الحروف للفارابي. هذا الكتاب حققه محسن مهدي عام 1970. هذا الكتاب طبعا لعلكم تستغربون كيف يمكن لفيلسوف مهم مثل الفارابي أن يكون أحد كتبه إلى العام 70 وهو غير محقق. أقول لكم السبب أن هذا الكتاب ينطوي على صعوبتين اثنتين. الأولى، الصعوبة الأولى هو طبيعة المخطوطات المتفرقة في أنحاء العالم ومن الصعوبة على الباحث أن يجمعها، والصعوبة الثانية تتمثل في لغة الفارابي نفسه، يعني ما كانت لغته بشكل سهل يسهل على المحقق أن يقوم به، لكن محسن مهدي قام بهذا العمل وأنجزه ببراعة. أنا أعتقد أن هذا هو السبب الذي حمل محسن مهدي على القيام بتحقيق مخطوطة ألف ليلة وليلة. ليست الغاية هي مثل ما تفضلت يعني مسألة يعني الهوية أو تأكيد الهوية، وإنما القصد هو البحث عن الحقيقة، عن حقيقة الحكايات. هل هذه الحكايات هي 300 فقط أم أنها مثل ما ينطوي عليها العنوان 1000 حكاية؟ تتبع محسن مهدي النسخ بدءا من نسخة كلكتة عام اللي يعني صدرت عام 1824، ومن ثم طبعة برسلة وطبعة بولاق، جمع هذه الطبعات وحاول أن يخضعها لمنهج مقارن، يعني قارن حكاية بحكاية، قارن من حيث البناء، من حيث اللغة، حاول من خلالها أن يصل إلى النتيجة النهائية بعد 20 سنة، وهي أن الحكايات هي 300 فقط. الآن نتساءل،
يعني ما الغاية من وراء هذا العمل الجبار؟ طبعا نحن نقول كل الاحترام للدكتور محسن مهدي، ولكننا مع هذا نتساءل ما الغاية من وراء هذا البحث عن 300 حكاية فقط، وافتراض أن الألف مجرد عنوان. طبعا العنوان ألف ليلة وليلة عنوان تراثي، ومن أن نقول عنوان تراثي يعني أن وراءه غايات، وراءه دلالة، لم يأت اعتباطا، لم يطلقه كاتب لم يطلقه كاتب الحكايات أو مؤلف الحكايات جزافا، هو لم يسمي حكاياته ألف ليلة وليلة هكذا جزافا. بالتأكيد هناك علاقة بين عدد الحكايات وبين عنوان المخطوطة. هذا ما لم يهتم به محسن مهدي، إنما صرف نظره نحو مسألة البحث عن الزيادات والنواقص والاختلافات والإضافات التي طرأت على الطبعات عبر هذه السنين الطويلة. هو وقف عند محقق سبقه في تحقيق مخطوطة الليالي، وهو الشيخ الشيرواني اليماني، وقال أن هذا الشيخ يعني كتب الحكايات أو أضاف كثيرة، حققها كما يشتهي، هكذا يقول محسن مهدي، حققها كما يشتهي، أي أنه حذف وأضاف وأزال وعدل، لكن من دون أن يقول أين مواضع هذه التعديلات على النسخة الأصلية، ومن ثم غابت الحقيقة. هذه المسألة هي التي تصدى لها محسن مهدي وقام بها، وتبين له بعد إخضاعه هذه الحكايات للمنهج المقارن، تبين له أنها 300 حكاية. طيب ماذا عن الحكايات الأخرى؟ ألا يمكن أن نفترض أنها انطوت في المخيلة الشعبية التراثية، أضيفت لها عبر، يعني نحن نعرف اللغة العربية تطورت ودخلت اللغة الدارجة، دخلت مسائل كثيرة في بنية يعني السردية العربية، في المحكي، في المخيال المحكي العربي، ومن الطبيعي أن تطرأ تطورات على داخل كل حكاية. هذه المسألة طبعا تبقى موضع يعني تساؤل، لكننا مع هذا نقول أن ما قام به الدكتور محسن مهدي في محاولة تمحيص الحكايات وفحصها والبحث عنها عمل كان يعني جبارا الحقيقة، عمل بحثي مضني ومتعب أسفر عن هذه النتيجة. بغض النظر عن النتيجة، نقول أن ما قام به محسن مهدي هو استكمال لعمل كان قد قام به قبله باحث فرنسي اسمه ماكدونالد. هذا الباحث الفرنسي وضع عام 1919 وضع بحثا مهما هو شبيه بالبحث الذي قام به محسن مهدي، لكن على شكل مصغر. ف يعني كانت يعني كان العمل الذي قام به محسن مهدي هو استكمال لما كان قد قام به ذلك الباحث الفرنسي. طبعا بالمناسبة هذا الكتاب كتاب ألف ليلة وليلة بتقديم وتحقيق محسن مهدي، طبع عام 1985 82 وفي عام 2004 تحديدا عام 2004 قامت باحثة ألمانية اسمها كلوديا وات بترجمة عمل محسن مهدي إلى الألمانية، وحاولت من خلاله أن تعرف القارئ الألماني بخفايا هذه الحكايات وجماليتها مما تنطوي عليه من سحر وخيال. شكرا دكتورة نادية. ربما السؤال الأبرز الذي يمكن أن يعني نعقب عليه هنا فيما يتعلق بالسؤال، هل طبع نص شفاهي امتد لما يقرب أكثر من 1500 عام وتداولته ثقافات ومجتمعات كثيرة جدا، هل طباعته قضت عليه؟ هل قتلته؟ حينما كانت ألف ليلة وليلة تتناسل بين الهندي وبلاد فارس والبلاد العربية، كانت الكثير من الحكايات تتوالد، تكثر، تضاف لها، تغير، أتت الطباعة لتدون وتثبت النسخ المروية الأخيرة، فهل توقفت ألف ليلة وليلة عن الحياة كما كانت في فترتها الشفاهية؟ هذا السؤال طبعا ينطرح يعني على حضراتكم ثلاثتكم. نعم الحقيقة هي لنختم به طبعا مفارقة كبيرة، مفارقة يعني بين أن يكون هذا الكتاب أقدم كتاب طبع بالعربية على الإطلاق حين اكتشفت الطباعة،
في القرن التاسع عشر في مصر، وفي نفس الوقت يكون هذا الكتاب موضع تساؤل وموضع غربلة وموضع فحص، بحيث أن يعني محسن مهدي يأخذ على الباحثين هذا الكم الكبير من الدراسات والأبحاث التي دارت حول ألف ليلة وليلة، ولكنهم لم ينتبهوا إلى مسألة النص الأصل. لماذا لم ينتبهوا إلى النص الأصل؟ هكذا تساءل، وهي مثل ما تفضلت، يعني المسألة بقيت خاضعة للمخيال الشعبي. الحكايات في بنيتها الفنية بالبنية السردية قائمة على وجود إطار ووجود قصص ضمنية، هذه تسمح بالتفريخ، يعني تسمح بتفريخ القصص، تسمح بولادة قصص من داخل القصة الأصلية، وبهذا الشكل ربما يعني لم نعرف كاتبها، لم يصل إلينا، لم يقل لنا من هو مؤلفها، إنما ظلت هي بمثابة يعني موروث شعبي سردي عام بإمكان أي مخيلة عربية أن تضيف له. ولهذا نجد في الليالي التطور اللغة العربية، نجد فيها التنوع الذي حصل في الشعر والنثر من ناحية الإعراب وعدم الإعراب، نجد فيها أيضا مسائل كثيرة من يعني فولكلورنا العربي، من مسائلنا الميثولوجية، وهذا يجعل النص غزير ويجعله في نفس الوقت موضع اهتمام، سواء كانت النسخ قد ضبطت أو لم تضبط، تبقى المادة هي سردية وتبقى هي تعبير عن المخيال الشعبي الذي نفتقر في الحقيقة، كثير من موروثاتنا نفتقر إلى أن تكون مدونة بهذه تمام الصورة. تمام، شكرا جزيلا. أستاذ سعيد، إذا كان لديك تعقيب فيما يتعلق هذا عن هذا يعني التساؤل. أنا عندما درست ألف ليلة وليلة تبين لي أن أهم خاصية من خواص ألف ليلة وليلة هي أن كل راون لها يريد أن يحقق نسخة معيارية فضلة تتجاوز النسخة التي سبقته، ولذلك وصفت ألف ليلة وليلة بأنها عمل مفتوح، عمل لا ينتهي، عمل مستمر الكتابة باستمرار، وكل راوي جديد يريد أن يبدع نسخة معيارية أفضل من النسخة الموجودة بين يديه. هذا الشيء خلى ألف ليلة وليلة تؤجل حضورها باستمرار وتعيد كتابة نفسها مع كل كتابة جديدة. بوصفها خيالا لا ينقطع؟ بوصفها خيالا لا ينقطع، وبوصفها ألا ترى أن الطباعة قطعت هذا الخيال؟ وأيضا بوصفها نصا لا ينتهي. هذا الشيء يجعلنا نفكر بماذا؟ بأنه لا توجد من ألف ليلة وليلة نسخة أصلية ولا نسخة مزورة، كل نسخة هي وصفها أصلا هي أصلا وهي تزوير وتلغي المركز، أي ألف ليلة وليلة تلغي المركز إطلاقا، تلغي المركزية تماما، لأنها هي كل نسخة منها هي نسخة أصلية وكل نسخة منها هي نسخة مزورة ملفقة تريد أن تتجاوز النسخة التي سبقتها. هذا الشيء أنا يعني من ضمن انتقاداتي لموقف المرحوم محسن مهدي هو أنه اتهم بعض نسخ ألف ليلة وليلة بأنها نسخ مزورة ونسخ باطلة ونسخ ملفقة. أنا أعتقد أن ألف ليلة وليلة لا يصح عليها معايير التزوير والتلفيق، لأن كل نسخة منها هي نسخة أصيلة ومزورة في الوقت نعم نفسه. نعم، شكرا أستاذ ياسين. أنا أعتقد هنا ربما سؤال يعني ذا صلة. محسن مهدي يقول أن الإضافات الكثيرة على هذه النسخ، سواء كانت الشامية أو المصرية أو الطبعات الأخرى، يقول هي من إضافات النسخ والوراقين. هل هذه الإضافات هي فعليا من النسخ والوراقين أم هي من مخيلة الشعوب والمجتمعات؟ هذا هو السؤال اللي يعني أحبه. يعني أنا يعني من خلال قراءتي لألف ليلة وليلة أنه لم أجد شهرزاد راوية. شهرزاد ليست راوية، وإنما حائك كلام، وفرق كبير بين الراوي وبين حائك الكلام. حائك الكلام يمتلك معلومات هائلة عن ما يقوله ويبتدع فيه ويستبطن التاريخ ويستبطن الأزمنة ويستبطن الأمكنة ويستبطن الحوادث، هذا حائك كلام. لكن الراوي يروي ما حدث، وهو فرق كبير. وذلك شهرزاد ليست راوية على الإطلاق، وإنما هي حائكة كلام، لأن الكلام الذي في ألف ليلة، وأنا بكتابي حائكة الكلام بينت هذا البعد لشهرزاد.
على في مستوى الثقافة العربية الجاحظ ليس راويا للحكايات وال يعني البخلاء، وإنما حائك كلام البخلاء وحائك كلام البوسطان والعميان وحائك كلام الثقافة العربية في القرن الرابع الهجري. ما معنى أن إحنا في سياق رؤيتنا لألف ليلة وليلة راوي منفي ملغي، ليست راوي، هاي الدراسات قالت هذا راوي، وإنما هي حائكة كلام، واللي واحد يرجع للحكاية الاستهلالية وكيف حديثها مع والدها مع أبوها، تقول له أنا قارية الثقافة الإسلامية وقارية الثقافة العربية وقارية الثقافات الأخرى، وراح أتحدى شهريار بأن أثبت أنه أنا شهرزاد عندي هذه الثقافة العميقة. نعم. فهي وهذا فعلا ما 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 يجب أن يقال، أنه شهرزاد ليست راوية وليست ضمير متكلم وليست حكاياتها، هاي مو حكاياتها، هي حكايات ما يخص جنسها، هي تفتح وتشرع الأبواب للمخيل لكي تضيف يعني لها ما تريد. استخدمت المخيلة واستخدمت الموروث الشعبي واستخدمت التراث واستخدمت المعلومات الهائلة جغرافيا ومكانيا وزمانيا وصاغتها بصيغ حكاية. هاي صياغة الحكاية ليست منها وليست راوية لها باعتبار أن هاي الحكايات كما لو كانت موجودة قبلها، لا، هي ابتدعت كل هذا الكون الحكاية. نعم، شكرا. وتبقى ألف ليلة وليلة نصا سرديا مفتوحا وشهيا للحديث وللنهل، وربما الأسمار رغم كونها قد طبعت، وأنا أقول طبعت وكأنها قد قيدت نفسها أكثر مما كان الأدب الشفاهي ينبض بالحياة على نحو متصل وينتقل من جيل إلى آخر. ربما الوقت يداهمنا والمخرج يلح على أن أنهي ولا أعطي فرصة للأسف للجمهور العزيز الذي ربما لديه الكثير من المداخلات، فإن كان المخرج يسمح لنا بمداخلات من الجمهور الندوة بعد ذلك، إذن أنا أعتذر من الجمهور الكريم. والشكر موصول للأساتذة الأفاضل الأستاذ ياسين نصير والأستاذ سعيد الغانمي والدكتورة نادية هناوي، وشكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم في أماس أخرى. شكرا.